درس تغيير اسم الدومين وتحويل الأرشيف إلى الدومين الجديد بدون تغيير ترتيبك في جوجل. عندنا موقعين، هستخدم الموقعين. الموقع هاد في اكزيبلي لحوله لهذا الموقع بحيث الروابط تكون كلها على هذا الموقع. هنبدأ الخطوة. الخطوة الأولى طبعا ما يكونوا مضافين عندك هون، عندي هذا الأول وعندي هذا الثاني. لحفتح الأول، حفتح الثاني. الخطوة اللي سأسويها إني أفتح الويب ماستر، إني أدخل على أي صفحة وأعمل overview، أدخل على الويب ماستر، ما بتفرق من أي مكان يكون. هلأ بيطلعوا لك هون الصفحات أو المواقع اللي أنت ضايفها. عندك الأول، الموقع الأول اللي إحنا حكينا عنه، الموقع الثاني يلي هذا هو ليس مضاف، ليس مضاف، فحنضيفه هلأ الموقع الثاني. إذا ما ضفناه ما بيمشي الحال صراحة. أول شيء لازم نضيفه، تعمله أدود كونتينيو. You have me added your account. خلينا نرجع شوي لورا. هلأ الموقع هيدا هو الموقع. احيانا بيطلع لك unverified، هون بيكتب لك unverified مثل هذا not verified، فانت عليك انك تدخل وتعمله verified. هلا بنقول لك كيف، بس الموقع ما انت هون عامل verified اوتوماتيكلي بما اني انا اوريدي ضايفه في الصفحات اللي اجيتكم اياها هون. فالخطوه اللي حنساويها انه حندخل مثلا احنا حنحول هذا VX Play، حندخل عليه على ويب ماستر تولز، هدخل لاحظ انا عندي تقريبا هشوف ايش كان عندي بال في اكس كم صفحه، عندي تقريبا 64 بوست، 94 صفحه. فال 94 صفحه لازم يتغيروا للموقع الدومين الجديد. هلا مدخل على موقع الفي اكس بلاي، على الموقع الجديد، عفوا سوري الموقع القديم، ومنحط هاي الموقع القديم نحوله على الموقع الجديد، منحط إشارة الإعدادات ونروح change of address، نكبس على change of address. هون في عندك خيارات بس هلا صراحة هلا مش راها. مهم نجي للمهم، VX Play XV Play has moved to، هلا بيقول لك شو، عطيني ال verified site لحاله اوتوماتيكي. الفيرفاي سايت يعني المواقع المؤكده انه هي لك لحاله اعطاني اياها للموقع الجديد. انا مثل ما قلت لكم انه العفو المواقع الغير مجانيه بتجي لحاله اوتوماتيكلي انها تكون مؤكده فيرفايد، اما المواقع المجانيه اللي عباره عن هدول سكيرجناو بلوك بوست دوت كوم بلوك سبوت دوت كوم، هي ما فيك تعملها تحويل. يعني لو انت عندك موقع بلوك سبوت وعايز تحوله لموقع مدفوع مش حيصير، لانه الا اذا عملت له فيرفايت بشكل انك تدخل من جوا. طبعا مش حارجيكم هلا كيف، درس ثاني في طريقه ولكن مش هلا. المهم نرجع على المفيد، سلك فيرفايت سايت، نعمل له اوكي، نعمل سبمايت. ظهرت المشكلة اللي كل العالم بتعاني منها، بيقول لك انا ما فيني اكد لك VX Play submit a change of address VX Play must be verified using the same method as VX Play. بيقول لي انه لازم تضيف موقعك القديم، هل هذا الموقع www، بيقول لازم تضيف نفس الموقع القديم ولكن من دون www. حناخذ الموقع اللي قال لي عليه، حناخده ونرجع لورا، نعمل له ادد سايت، لاحظ من دون www، نقول له كونتينيو. ممتاز، تم اضافه الموقع. هلا صار عندنا لاحظ في اكس بلاي مع www، صار نفس الموقع ولكن من دون www اوليته. حنرجع نختار اول جديد ونقول سبميت. طايف ادريس هاز بي ريكورد، تغير الموقع. قال لك هذا الموقع القديم has been moved، تم تنقيله للموقع الجديد. ممتاز، هلا صار الموقع
ممتاز، تم التغيير. و طبعا 301 permanent redirect انه يعيد، بحيث انه يعيد الصفحات بشكل اوتوماتي بشكل يدوي. انت ما لك بحاجه لها، لانك جوجل بلوجر حيساوي لك اياها اوتوماتيكي. ولكن الصفحه اذا كان عندك صفحات كتير عليك ان تنتظر مده 90 يوم، بعرف الى مده 90 يوم عشان تتم الارشفه، ترجع الارشفه مثل ما هي، او حتى يارشف لك الصفحات بجوجل خاصة اذا كان عندك انت كتير صفحات. فتقريبا 100 صفحه تختار، اعتقد انه شيء اسبوعين ولا 3 اسابيع. فانا عارف انه شيء صعب، بس هي مش بايدي اتحكم فيها، فعليك الانتظار. الحركه الثانيه انك تدخل على الموقع الجديد اللي تم التحويل اللي حولنا له. طبعا اذا بدك تتراجع عن التحويل تقول له withdraw request، تراجع عنه بهي. فنرجع للصفحه الاولى للخيار الشغله الثانيه، ندخل لموقع الجديد ونعمل حركه بسيطه انه ندخل على السايت مابس. الاحظ على فكره الموقع الجديد انا ما عندي غير 2 بوست، 2 مواضيع، موضوعين. فاللي حعمله هلا اني حاعمل، حتتاكد انه تم التحويل. المفروض انه يكون في هون 2 بوست صح على الموقع القديم، على الموقع التست هذا. باقي الموقع الفي اكس بلاي في بقلبه تقريبا 96 بوست، 96 موضوع. فلما تتاكد ان عمليتك صح بتضيف هذا الرابط. هنضيفه، نعمل له submit statement، refresh the page، بيقول لك 3 submitted. هنعمل refresh. بعد فترة، بعد تقريبا 24 ساعة 48 ساعة، ارجع اعمل resubmit، ارجع اعمل resubmit عشان يطلع لك انه 96 submitted، يطلع لك هون 96 submitted. لكن عليك انه تبعد بعد 24 ساعة. فهي الطريقة الصح للشغل. الشغلة الثانية اللي بدي لكم عليها عشان تكمل عملية النقل، اللي هي انك تدخل على موقع جودادي، محل موجود عندك المواقع، وانك تعمل اعادة تحويل. هندخل للموقع القديم، الموقع اين هو الموقع القديم؟ ندور عليه. اوكي، اكس في بلاي. بنكبس على هذا الموقع القديم، بنقول فورورد دومين. حلو، بتحط عدد 1 ناو، بتضيف 1. هلا بدك تساوي انه انت اللي عم تعمل حركه 301 بيرمننت يلي قالت لك عليها جوجل. تتذكر جوجل لما قالت لك اعمل لي 301 تحويل؟ نحن حنعمل لها 301 تحويل. يفضل عشان هو قلت لك اوتوماتيكي، ولكن انك اذا تساويه من 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 عند جودادي يفضل عشان جوجل تقول انه لما انت تساوي 301 تحويل، 301 بيرمننت، فاذا انت صار عندك قرار نهائي بانك انت حتحول موقع لموقع جديد. فالمهم هندخل بتقول لك الموقع القديم محل ما كبسنا عليه تم تحويله الى الموقع الجديد، وهو الموقع الجديد، وهو هذا الموقع الجديد. كوبي بيست، وبنقول له ادود تم تحميل موقع، تم تحويل الموقع الى 301 بيرمننت بشكل دائم. هتعمل له سيف. خلاص انت هلا عملت 301 تحويل للموقع يلي انت بدك اياه. كانت حلقه غنيه وبدكم مميزه وفريده من نوعها. اشترك في القناه، لايك،
تعلم كيف تصمم موقع من الألف إلى الياء وتنشره وتشتريه من جو دادي. إذا ما بتعرف عندنا فيديو 16 دقيقة موجود داخل القناة، أكثر من 100-120 فيديو داخل القناة. اشترك، لايك، سبسكرايب، شير. شكرا جزيلا، مشكورا. ولا تنسى الخطوة الأخيرة هي بالدخول على الموقع القديم اللي هو هاد. موقع القديم نروح على سيتينجز الاعدادات ومنغير الموقع القديم للموقع الجديد. نروح للموقع الجديد، هذا هو موقع جديد، كوبي، منغير الى موقع الجديد، سيف. Settings were saved successfully. هيك بتكون انت نقلت الارشفة وغيرت موقعك، غيرت دومين موقعك. شكرا جزيلا، لايك، شير، سبسكرايب. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.